أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نوع الكفر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر؟ هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، هذا من الكفر الأصغر، فلا يخرج من الملة ببطئ امرأته في الدبر، وإنما يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ووصفها بالكفر من باب التنفير منها والتغليظ فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.